السلام عليكم اخوان، صباح النور لكم. اليوم ان شاء الله نصف 3/5 بتاريخ 7/11/2020. اليوم ان شاء الله نديرو فلوق جديد وتعرفوا على تمنى ديال الخيل والاجواء ديال السوق 3/5. تحياتي للجميع ومرحبا. وغربة ورا مع 30 واحد ولا 40 أبوهدي وسعد سمك الراس أرخي أرخي تسابر واحمد دابا غربة واخويا فين غيديروا هادشي؟ وانا غنخلص كلشي، وانا غنخلص كلشي، راه كان قدام هذيك المره بقى في الميه، وانا غنخلص كلشي. ولا ما تراش حكي وايو المره اللي فاتت بالزرقاء خويا اشي واه شوف فيه خالص خالص صافي دور الشيء اللي بغيت خالص سوا تربح سوا تخسر تبرع المشاهدين ديال التيك توك يتفرجوا. مرحبا بهم مرحبا بهم المشاهدين. اليوم حامد، اليوم التحدي بين حميد ومن التحدي بين بو ادريس. انا تنقول لك عندك يديك حميد. ملي كتشوفوا الاخوان الدم ديال حميد تيك توك والبرقي ديال بوادريس. وتحيه الكازا والغرب ومحمد الشاوي والغرب 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 والغرب. عاود 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 عاود. التحدي اللي واقع هنا وسيدي محمد، انا بيا غرباوة. نعم انا غرباوة، اليوم ما غاديش، انا بيا غرباوة. شوف وما حدش يقول غرباوة وسعد زبق تاع الراس وما نبيعو ما نشبعو. ودير القضية ونصوم 20 يوم نصومو. انت غادي تصوم حاليدينا، انت غادي تشوف البرقي اش غايدي. دور دور لي على البرقي، دور لي على البرقي. الله يرحم الوالدين. اه والله وليد ما كتشوفوا شو الصورة اللي في ام عمر. شادوا الدري عمر هو سامح من اول وشاري البرقي. انت شو انا غنتمرغ اليوم في الدار ولا ما نرجعش البرقي غنشرك غنشرك. حميد واش حجر الواد جاب ديال حميد واحد. ما كتشوفوا البرقي ديال بوادريس والبنان ديال بو حميد تيك توك
التحدي بيناتهم. اش كاين؟ واش بيت؟ شنو حميد؟ وحميد شنو درتي؟ كيفاش؟